طيب. على كاب كيك فيه 110 غرام ديال الزبدة، 110 غرام ديال الزبدة، 180 غرام ديال السكر، 180 غرام ديال السكر، بيضة واحدة، بيضة واحدة، وجوج بيض ديال البيض، جوج بيض ديال البيض، 220 غرام ديال الدقيق، 220 غرام ديال الدقيق، و 60 مليلتر ديال الحليب، و 60 مليلتر ديال الحليب، وخمارة واحدة، وخمارة ديال الحلوة. وبالنسبة للمذاق نقدروا نديروا فاني، نديروا فريز، كل واحد ولا غوم ديالو شنو شنو غيبغي. بالنسبة للطريقة ديال هادو بايش بالفاني، هادو نوتخ ما فيهم حتى شي حاجه، صافي باش نعطيو الناس اللي دقنا. يلا اذا قلنا هذا غير اغوم، نعم على حساب كل واحد والنكهه شنو اللي بغا، شي حاجه سواء الفاني او لا الفريز. يلا الوغ بالنسبه للطريقه غنشدو السكر غادي نضربوه مع البيض، نعم نحاولوا ندخلوهم مع بعضهم، مورها غادي نزيدو هذاك البيضه وحده كامله، جوج ديال البيض ديال البيض واخا نزيدو، ولكن ما نهدوش من الطرب الكهربائي، نبقاو تنحركو بالطرب الكهربائي واخا. غادي نشدو الدقيق غادي نزيدو عليه هذيك الخماره الحلوة، ولكن غنديرو غير النص ديال الكميه، ما نديروهاش كامله من الدقه الاولى، نديرو غير النص ديال الكميه نخويوها ونبقاو تنحركو. نعم ياك، من موراها غنزيدو هذيك 60 مليلتر ديال الحليب، نعم، وعاد نزيدو النص الاخر ديال الكميه ديال الدقيق. نعم مهم نتبعو هاد الطريقه هادي باش يجيونا خفافين، ما يجيوناش ما يجيوش ثقال، الا ما قسمناش لا كونتيتي ديال الطحين ما غاديش يجيو مزيانين، يعني ضروري نقسمو لا كونتيتي ديال الطحين على جوج. وفي الاخر غنشدو راه كاينين دابا دوك لي كيسيت كنسميهم كويختاز، كنديرهم في داك المول وكنعمرو لا كونتيتي، ما خصناش نعمرو الكيسيت بزاف، غير نخليو ليها فين غادي تطيب وتزيد تخمر، حيت مزال غتطلع غير واحد شويه ماشي بزاف، لي كاب كيك ما كيطلعوش بزاف، في النص الوغ واحد ثلاث ارباع قبل واحد الربع تفوتوا شويه، فوالا مازال غادي تنفخ في الفرن. بالنسبه للطياب 160 درجه درجه حراره 160 درجه، والمدار عندنا واحد 20 دقيقه كيكونوا واجدين. نعم طيب سهل الطريقه باش غادي نزوقوا على زوقوا نعطيك لقانا الشوكولا واخا. يلا راه نحاول نعطيك ابسط حاجه، عطينا لالا جيبها سهله. يلا لا غانا شوكولا، نعطيك غانا شوكولا نوار، شوكولا الاسود، نعم الوغ كنديروا فيها 200 غرام ديال القشده الطريه، 200 غرام قشده طريه، و 200 غرام على حسب، كاين اللي كيبغي هذيك لا كريم تكون ثقيله قاصحه، نعم كاين اللي كيبغيها تكون خفيفه، بالنسبه لي كاب كيك انا جو بريفير انها تكون قاصحه شي شويه، نعم باش تبقى شاده داك المنظر ملي تخرج منها، تبقى على برا ما نديروهاش في الثلاجه ما غاديش تهبط. نعم يعني غندير 250 غرام ديال الشوكولات الاسود، نعم من الافضل يكون من النوع الممتاز واخا. طريقه سهله، نشدو هذيك القشده الطريه غادي نسخنوها فوق في كاسرونه، نعم نخليوها كتغلي ونطفيو عليها، مورها غادي نرميو عليها هذاك الشوكولات، نعم اللي عبرنا 250 غرام، ونخليوها واحد شويه بحال غيتمازجوا القشده الطريه غتمازج مع الشوكولات واحد شويه، نعم ونحركوها باش نحركوها تكون مازال عندنا كريمه سخونه ما يمكنناش نطلعوها، يعني ندخلوها للثلاجه، من الافضل تبقى ليله كامله، وعاد لغد ليه نطلعوها بالطراب الكهربائي باش تولي عندنا كريمه، نعم ولا ما كانش الوقت نستعملوا الفريغو واحد ساعتين الماء كانت ثلاثه السوايع تبرد مزيان، نعم نطلعوها بالطراب الكهربائي، ومن بعد كنديروها في البوش، نعم نجيب الحلواني وصافي كنزوقوا كل واحد ديك الساعه على حساب عاوتاني شنو اللي عندو، واش عندو اللوز واش عندو شي حاجة، كاين اللي كيدير حتى لي كوم ولا كيدارو فيهم أي حاجة تقدر ديرها، ولا وحجيرات ديال الشكلاط ولا لا فيغميسيل، كل واحد على حساب الموجود اللي عندو شنو اللي عندو. تبارك الله عليك نضال، الله يبارك شهيتينا هذا الصباح. تبارك الله عليك، نتمنوا أننا نتلاقاو بك في حلقات مقبلة من برنامج اللقاء المفتوح، ونمشيو المرة معك الجاية الكيك أمريكان كيك اللي ولا حتى هو على حساب الشكيلات وعلى حساب لي تيم كيختاروا الناس، صعيب صعيب تقولوا في لا راديو باسكو خاص الواحد يشوف كيفاش كيتصايب الطريقه كيفاش كتصور، هو لو ديزاين
اكثر من وصفه. نعم. ولكن علاش لا، ربما تجربوا شي حاجه ممكن فقط على لاباط دامون اللي كتت باللوز اكثريه، اكثر لاباط ا سكر اكثر من لاباط دامون. نعم سورتو لاباط ا سكر. ونخليوها ايضا مفاجاه الناس باش يستعملوهم. شكرا جزيلا لك نضال على الحضور، شكرا على حسن الاستضافه، ربي يخليك. شكرا لك على هذه الوصفات الرائعه اللي قدمتي لي.